أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخواني وأخواتي، خاطرة اليوم بعنوان: تعرف أنت في الدنيا على أهل الجنة وأهل النار. وهذه المعرفة ليست ضربا من التوهم أو التخمين، وإنما هي مبنية على علم ودليل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخبرنا أننا يمكن أن نصل لمعرفة الأخيار عند الله والأشرار، ومن معرفتهم يمكننا أن نعرف أهل الجنة من أهل النار. وفي ذلك أخرج ابن ماجة وأحمد والحاكم عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بالنباءة أو النباوة، موضع من الطائف، يقول: يا أيها الناس، إنكم تشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أو قال: خياركم من شراركم. قال: فقال رجل من الناس: بما يا رسول الله، كيف نعرفهم؟ قال: بالثناء السيء والثناء الحسن، وأنتم شهداء الله بعضكم على بعض. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الثناء بالحسن أو السوء دليلنا على معرفة مكان ذلك العبد، لأن هذا الثناء منبعه من السماء، من صيت ذلك العبد وسمعته في الملأ الأعلى، حيث يذكر باسمه بالخير ويثنى به عليه. وفي هذا الصيت وتلك السمعة أخرج الطبراني والبيهقي في الزهد الكبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإذا كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإذا كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. والعجب هنا ليس في الثناء عليه بما عمل من صالح، ولكن العجب أن العبد المصيت، أن العبد المصيت في السماء يثنى عليه بسبعة أضعاف ما عمل مما لم يعمل، بل ربما قد يعجز عنه، وكذلك الرجل من أهل النار. وفي هذا أخرج ابن حبان في بيان هذا المعنى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا أثنى عليه بسبعة أضعاف من الخير لم يعملها، وإذا سخط على عبد أثنى عليه بسبعة أضعاف من الشر لم يعملها. هذا كلام صعب، معناه أن الله إذا رضي عن العبد بعمله الصالح زاده من النوايا الصالحة بأعمال صالحة وأصناف من الخير لم يعملها، فيثني عليه ربه بهذه النوايا كأنه عملها وزيادة، فيكون ثناء الرب عليه أكمل من عمله أضعاف، ثم يصيت في السماء بهذه الأعمال التي لم يعملها. وأما من سخط عليه فإنه يكون على العكس بفساد عمله وسوء نيته، ثم يكون بعد ذلك ما يقع في الأرض من الثناء الخير. وهذا معلوم مشاهد، حيث يرزق هذا العبد الثناء عليه على ألسنة الثقات الخلق وصالحيهم. المهم هنا هو الثقات والصالحين، يثنون عليه بسبعة أضعاف من الخير لم يعملها. كيف؟ ينسبون إليه من الخير أشياء لم يعملها، لأنه أهل لأن يقع منه ذلك الخير، فإذا رأوا خيرا لم يعرف فاعله قالوا: فعله فلان، وذلك لحسن الظن به ومحبته للخير. فإذا أثنوا عليه بذلك الخير الذي لم يعمله قبل الله شهادتهم وكتب له ثواب ذلك الخير. وأما من سخط عليه فإنه يقع وألسنة أهل العدل من الخلق ذكره بسبعة أضعاف من الشر لم يعملها، وهذا مشاهد، فتراهم لا يرون شيئا من الشر لا يعرف فاعله إلا ونسبوه له، لأنه أهل لكل شر، وذلك لسوء الظن به واشتهاره بالشر. فإذا ذكروه بذلك الشر الذي لم يعمله قبل الله تعالى شهادتهم وكتب عليه وزر ذلك الشر. ومن هنا قيل: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه عز وجل
فانظروا ماذا يتبعه، يعني من الثناء الطيب أو الثناء الخبيث. وهكذا يعيش أهل الجنة في الأرض، وقد ملأ الله مسامعهم من الثناء الخير، كما في حديث ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. إخواني وأخواتي، اصنعوا لأنفسكم صيتا في السماء. هذه نصيحتي لنفسي وإياكم: اصنعوا لأنفسكم صيتا في السماء بصدق النية والاشتغال بالخير قولا وفعلا، واصدقوا الله تعالى في هذا، وأروه من أنفسكم عملا صالحا من غير رياء ولا سمعة. يكن لكم في السماء صيتا ينشر لكم في الأرض على ألسنة الصالحين من الخلق، حتى تلقوا الله مطمئنين بحسن ظن أنكم من أهل الجنة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.